حتى واحد ما بقى كيعجن في هذا الوقت، كلشي باتيسريات، كلشي الفرار، شكون اللي باقي عنده الوقت باش غتعجن؟ تابع بزاف المسؤوليات اللي تابعينا، شحال نقول لك هادشي اللي غنقول لك اخويا، هذوك لقيتو قليل اللي تلقاها باقا كتعجن، قليل اللي باقي الفرار. الاغلبيه ديال العيالات ولا مكازات، الاغلبيه ولا حاضرين غير تيك توك، الانستغرام، واتساب، فيسبوك، الفرز والقمح والخميره والملح وشويه السكر. وكنجمعوه بالماء، هذه حاجه باينه. الناس اللي كيعجنوا ما كيعجنوش في ديورهم وكيمشيو للمخبزات ويشريو الخبز، هي المساله بسيطه جدا، هو ان العيالات حاليا ولا كيقيسهم ما يسمى بفهوم العجز. الاغلبيه الساحقه معجزات، هذا من جهه، من جهه ثانيه كاين عامل اخر اللي هو عامل ديال لو طون، الوقت. يعني الوقت ما كاينش، الاغلبيه الساحقه ما بقاش عندهم الوقت. طونكو كاين الفلوس كيقول لك بون انا نمشي نشري غير خبيزه جوج ثلاثه من المخبزه، اوكي، ونبقى مهاني، ما قال عجن، ما قال تعذب، ما قال، ولكن الاغلبيه الساحقه قاتلهم العجز، هذه هي الفكره. ما بقاش العجينه، ما بقاوش يعجنوا، صافي كاين الخبز في الزنقه لا جاي يعجنوا. باتيسري، العيالات كيبيعوا الخبز ديال الدار، ما بقاش العجينه. اخويا شنو غادي نقول لك، كي شتي دابا العيالات ما بقاوش العيالات ديال، يعني بنادم كيف طلع انه يمشي يشري الخبز من الزنقه وما يعني ما كاينش في الدار عسبيتها، العيالات اللي غادي تصايب داك الشيء ما كايناش، تاكت بعدي ولا عاد بوحيد دابا على المكياج على التليفونات على الواتساب، حتى شي حاجه ما بقات، فهمتي كيفاش؟ يعني شي حاجه اللي هي الواقع هي راه ما بقاتش، بقى غير البروتوكول والزواقه وداك الشيء. خويا قال لك رجال قلالو، روتيني اليوم يقضى عليهم الدريات، هادشي علاش ما بقاوش كيعجنوا، كاين اللي مرضيه وكاين اللي ما مشي مرضيه. انا خويا كنفضل نشري الخبز من الزنقه، ما عنديش اختي ما شويه عيانه، هادشي علاش. دابا العيالات ديال دابا ماشي بحال ديال شحال هادي، المهم ماشي دابا كلشي ولا كيربي الضفار وداكشي، ما بقاوش قادرين يعجنوا، ما بقاوش ماشي بحال شحال هادي. دابا بنادم كلشي ولا مزروع، ما بقاش يعني بغى يستغل الوقت باش يمشي طيب الخبز وكذا.